انتخابات. القضاة بيواصلوا استعداداتهم للإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات في مرحلتها الأولى، ومن المنتظر أن غرفة عمليات طبعا نادي القضاة تتولى متابعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ومتابعة اللجان. معانا على تليفون عشان نعرف تفاصيل أكتر مع المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر. برحب بحضرتك معانا يا سيادة المستشار. أهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. سيادة المستشار، إزاي بقى الغرفة هتتابع جولة الإعادة؟ إزاي نتلافى الأخطاء والمشاكل اللي حصلت في الجولة الأولى؟ بالفعل احنا في تواصل مستمر منذ انتهاء عملية الفرز في الجولة الأولى، وبنستعد لجولة الإعادة، والسادة القضاء بيستعدوا لجولة الإعادة. انت عارف حضرتك كمان الإعادة في جميع الدوائر، يعني ما فيش جميع اللجان الفرعية واللجان، يا إما على مقعد يا إما على مقعدين، يعني جميع الدوائر وجميع اللجان الفرعية فيها إعادة. فعشان كده يعني كأنها صورة متكررة من الجولة الأولى بالضبط، يعني مفيش فيها عدد اللجان هو. طيب بس هو المشاكل اللي كانت متعلقة مثلا سيادة المستشار باللجان اللي فتحت بالضبط متأخر، وصول القضاء، أوراق الاقتراع وكل الكلام ده، وأماكن الإقامة، كل السلبيات اللي لمسناها دي وبعض اوجه القصور اللي شفناها تواصلنا فيها مع اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه، واللي على راسها شيوخ اجلاء نجل لهم جميعا ونقدرهم، ونقدر الدور اللي هي بتقوم به، وان حدث بعض اوجه القصور او السلبيات الا ده لا ينفي الجهد المضني اللي بيقوم به رجال واعضاء اللجنه العليا. وهو ده التوجه الصحيح، ان احنا اذا كنا لمسنا ورصدنا سلبيات بنعرضها على اللجنه العليا للانتخابات، بنعرضها على معالي الوزير العدل عشان بالنسبه لبعض السلبيات اللي حدثت في بعض المحاكم الابتدائيه. هم دول المجالين بتوعنا اللي احنا ممكن نتكلم معاهم في السلبيات. كان في برضو من السلبيات ان في، ويمكن الرئيس اللجنه العليا اشار ليها، هو موضوع ان في اعتذارات للساده القضاه في اللحظات الاخيره، فالمساله دي ازاي تم التعامل معاها؟ بالضبط، احنا برضو يعني استعرضنا مع اللجنه العليا السلبيات الموجوده وتعاوننا معاها، وبالتنسيق معاها بنحاول دلوقتي نوفر، لان كان السبب الرئيسي في اعتذار بعض الاعتذارات التي حدثت اللي هو عدم وصول القضاة الى المحافظات في الوقت المناسب، وبالتالي عدم تمكنهم من الفتح اللجان. بس كده ولا اختيار المحافظات برضو يمكن كانت السبب ان بعض القضاة اعترضوا على الاماكن بعيدة بالنسبة له؟ هو كان هناك امكانية ان يتم توزيع القضاة على المحافظات القريبة منهم، لكن يعني اللجنة العليا كان لها مبرراتها ولها اعتباراتها وما عملش ده. ما ينفعش نعمله في الإعادة، لأن في الإعادة نفس القضاة تقريبا هم اللي هيشرفوا، اللي أشرفوا في الجولة الأولى هم اللي هيشرفوا في جولة الإعادة، فدي ما نقدرش نتكلم فيها ولا نقدر، ممكن نراعيها في المرحلة الثانية، لكن في المرحلة الأولى يعني يصعب علينا مراعاتها، أو لأن كده هيحتاج توزيع من جد وجديد، وده أمر هيبقى صعب جدا. إنما الانتقال للمحافظات اللي فيها اللجان احنا بنحاول بالتنسيق مع اللجنه وبالتنسيق مع وزاره النقل بنوفر تذاكر قطار وهوات للساده القضاه حتى ينتقلوا في اليوم السابق على الانتخابات للمحافظات، وبالتالي يكون في امكانهم الحضور للجان في الميعاد صباح اليوم الانتخابات في الميعاد المحدد. بنحاول برضو ان اوجه بعض السلبيات اللي عانوا منها القضاه فيما يتعلق بالاقامه. وعدتنا اللجنه العليا وامينها العام الراجل المحترم ان هم هيتفادوها، كانت هناك اقامات في بعض الاماكن التي يعني لا تصلح للاقامه. وفي بالنسبه للانتقالات الداخليه برضو تواصلنا مع وزاره الداخليه بحيث يتم توفير سيارات اجره بشكل مناسب للساده القضاة ينتقلوا بها من داخل المحافظات من مقر اقامتهم للجامعة. شكرا سياده المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر، بشكر حضرتك يا فندم.